السلام عليكم. اليوم نقدم لكم تصريح تاع والي ولاية الجزائر هذه الصبيحة عن بعض المشاريع اللي كنا ننتظرها نعرفوها يعني بصفة عامة، عندنا فكرة عليها، لكن الجديد هو أنه الوالي ولاية الجزائر العاصمة صرح بأنها كل هذه المشاريع سوف تنطلق في غضون الشهور القليلة القادمة. نخليكم تتابعوا تصريح نتاع الوالي ولاية العاصمة اللي أدلى به إلى إذاعة الوطنية وتكلم على هذه المشاريع. إذا نخليكم تتابعون والسلام عليكم. ونصف عندنا كذلك توسعة منتزه صابلات نحو المنطقة الشرقية الساحلية طبعا على مستوى الليدو الباتوكاسي البخير المحطمة، وفيه مشاريع اللي راح ننطلقوا فيها على مستوى برج البحري الى غايه ما نصل الى ثمن تفوست، هذا فيما يخص الواجهه البحريه. فيه كذلك مشاريع اخرى مهيكله بالنسبه للنقل، نعطيك يعني المحطه المركزيه لسكه الحديديه لا غار سنترال دي شومان دو فير، هذه راح تكون مقابله ملعب نيلسون مانديلا في كوريفا، لان تم يمر الخط الشرق غرب تاع السكه الحديديه. هاد المحطة المركزية هذه راح يكون فيها مركز تجاري، فيها يعني فندق، فيها مركب للسيارات تقريبا 1000 مكان للركن. فيه كذلك مشاريع أخرى مداخل يعني ولا دي بينيترونت وتوروتيار، يعني هذا بالنسبة لتطوير شبكة الطرقات. فيه كذلك تكلمت قبيله على واد الحراش، فيه تهيئة واد الحميس كذلك بنفس الطريقة ولكن ماهوش بنفس الحجم، يعني بس ماهوش أكبر كما واد الحراش اللي بلغ طوله أكثر من 18 كيلومتر. فيه ثاني إنجاز كما قلت عدة مداخل بالنسبة للطرقات، إعادة تهيئة حديقة التسلية للحيوانات تاع بن عكنون. هنا راح فيه اسمه بارك سافاري، يعني هنا راح نشغل كما نقولوا الحيوانات يكونوا اون سومي ليبرتي مطلوقين، وحنا اللي نكونوا في لي زونكلو، حنا الزائرين اللي يكونوا يعني يكون واحد الاحتكاك يعني هذا يعني بين مع المواطنين يعني مع الزائرين لهذا. نعم. فيه كذلك انطلقنا منذ شهور يعني في تهيئة دنيا بارك يعني على مستوى الرياح الكبرى. هو المشروع البارك هذا فيه 1056 هكتار، يعني من أكبر يعني المساحات يعني المخصصة في العالم نقدر نقول. وخصصنا المنطقة الشمالية تاعو، يعني كين جو رايحين من بن عكنون نحو زيرالدا، المنطقة اللي تجي على اليمين هذيك فيها 196 هكتار، أنا أقوم بتهيئتها. فيها يعني اسمه ان لاك بحيره اصطناعيه، فيه يعني ممر يعني اللي اسمه الدرجات الهوائيه، فيه ثاني دي سيركوي يعني تاع سبورتيف، فيه يعني مساحات شاسعه للراحه والاستجمام. يعني هذا بعض المشاريع اللي ما نقدرش نذكر كامل، يعني اكيد انه هذه مشاريع راح تغير اكيد وجه العاصمه